كيسميهم الفراقشيه، وهما اللي كيسرقوا البهيم بالليل، لصوص الليل، المتخصصين في سرقه الاغنام والبهائم بمجموعه من المناطق القرويه، واللي اصبحوا المواطنين ديالها والفلاحه ديالها والكسابه ديالها عرضة لهذا النشاط الإجرامي، والذي كيكثر مع اقتراب كل عيد الأضحى. اليوم عناصر الدرك الملكي أطاحوا بمجموعة من المشتبه فيهم في إحداث سرقات متعددة بمجموعة من المناطق. قبل ما نمشيو للتفاصيل ديال هذه الواقعة هذه، تخيلوا معايا أن مواطن بسيط عنده ثلاثة رؤوس أغنام ولا أربعة رؤوس ولا خمسة ولا حتى عشرة رؤوس ديال الأغنام، كيوكل، كيشرب، كيسهر، كيعس، كينكس، كيقوم بمجموعة من الأنشطة ديال التربية ديال هاد رؤوس الأغنام باش يبيعها في السوق. كيبقى يحسب النهار كامل، هو مقابل دوك البهيمات ديالو تيحسب، هذا غنبيعو بعشرين، هذا غنبيعو بربعين، هذا غنبيعو بستين، هذا غنبيعو بثلاثين، هذا غنبيعو بخمسين، إذا غنجمع واحد 160 ولا مليون ولا جوج المليون، غادي نخلص مول العلف، غنخلص الكرا، غنخلص الحانوت، غنخلص الضوء، غنخلص الماء. فإذا به كيفيق في الصباح على صدمة كبرى، كيلقى الكوري ديالو خاوي، ما فيه والو، ما كيبيع لا ب 20 لا ب 30 لا ب 50. تخيل معايا تكون في بلاصة هذا الإنسان، هذا الجفاف، قلة ذات اليد، الخدمه ما كايناش، النشاط الوحيد اللي كتمارسو في الحياه ديالك هو التربيه ديال هذوك الخرفان ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، كتضرب عليهم تماره، كتنكس ليهم، كتوكلهم، كتشربهم، كتسنى باش تبيعهم باش تخلص الديون اللي عليك، سواء الديون ديال العلف، الديون ديال الضوء، ديال الماء، ديال مصاريف الحياه، ديال مجموعه من المصاريف اللي كيعرفها كل بيت مغربي. فاذا بك كتفيق في الصباح وما كتلقاش لك السيبه ديالك. وفي تفاصيل هذا الموجز، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالبروج التابع لسرية ستات صباح يوم الأحد 28 أبريل الجاري من الإطاحة بأفراد عصابة الفراقشية الذين روعوا الكسابة ومهني قطع المواشي بإقليمي برشيد وسطات. كانت آخر عملية لهم هي السطو على مجموعة من رؤوس الأغنام بإحدى الضيعات الفلاحية المتواجدة بين مدينة برشيد ومركز حد سوالم بإقليم برشيد. أحد الضحايا أكد في تصريحات إعلامية أنه تفاجأ وزوجته خلال ليلة الحادث بعصابة تتكون من حوالي 10 أفراد هاجموا الضيعة بعد أن مكنهم الأخير من فتح الباب بعد تهديدهم له، ليتم السطو على ما يقارب 90 رأسا من الأغنام. وأضافت مصادر طليعة أن معلومات دقيقة قادت عناصر الدرك الملكي بالبروج إلى القيام بجولات ماراطونية برحبة الغنم صباح اليوم الأحد، حيث تم إلقاء القبض على أفراد يشتبه فيهم بواقعة السرقة المذكورة، كما تم حجز مجموعة من رؤوس الأغنام من المرجح أن تكون هي موضوع البحث والتحقيق في انتظار التعرف عليها من قبل أصحابها. واقعة اليوم من شأنها أن تبدد مخاوف الفلاحين والكسابة الذين باتوا في مرمى هذه العصابات التي أصبحت تنشط بكل أريحية بتراب إقليمي سطات وبرشيد، وزادت إكراهات الجمة التي يعاني منها الفلاح البسيط الذي يرى في عملية الكسيبة معينا له بعد سنوات الجفاف المتتالية التي أفقدته القدرة على مواصلة نشاطه الفلاحي. ظاهرة الفراقشية هذه التي تتطلب تدخلا حازما من قبل السلطات الأمنية والقضائية لترتيب الجزاءات وتشديدها، لا سيما وأن نشطاء هؤلاء الخارجين عن القانون يستهدفوا المواطنين وممتلكاتهم في عز الليل، وغالبا ما تكون جرائمهم مقرونة بالضرب والتهديد وأحيانا محاولة القتل.
تفكيك مثل هذه العصابات الإجرامية التي باتت تكتف من نشاطها الإجرامي مع اقتراب كل عيد أضحى لا محالة، سوف يخلف ارتياحا لدى المواطنين من الفلاحين والكسابة قاطني البوادي والمناطق القروية. لكن هذا لا يعني أن تتوقف الحملات الأمنية التمشيطية والجولات الليلية للعناصر الأمنية، والتي نشكرها ونقدر مجهوداتها والتي تقوم بدور جبار ومحوري على الرغم من إكراهات اتساع جغرافية المكان تارة وتارة مع النقص في الموارد البشرية واللوجستيكية. إلى هنا ينتهي هذا الموجز الإخباري، حتى نلتقي في موجز آخر ومع موضوع جديد، نستودعكم الله وإلى اللقاء.